وقفات احتجاجية عديدة، شعارات منددة مختلفة يقوم بها متربص خريج مراكز التكوين المهني الحاملون لشهادة التحكم المهني في تصليح وتركيب الشبكات بمؤسسة اتصالات الجزائر، ينددون بمصيرهم المجهول. المتربصون الذين أنهوا تربصهم مع المؤسسة والذي دام 18 شهرا يتراوح عددهم ما بين 250 و300 متربص عبر كامل الوطن، يطالبون بإدماجهم في حين تم توظيف زملائهم والذين يفوق عددهم 1500 تقني. المتربصون المحتجون الذين طرقوا كل الأبواب، حتى بعض من النواب البرلمانيين تدخلوا في قبة البرلمان لإيصال صوتهم للمسؤولين لكن دون استجابة، برغم من أن الوزيرة السابقة هدى فرعون أمرت بإدماجهم جميعا مع بداية 2020. ولحد الآن تطالب هذه الفئة وفي كل الولايات بإدماجهم في مناصب عمل دائمة على حد قول ممثلهم السيد عمر ساسي. السلام عليكم، نحن متربص اتصالات الجزائر شهادة التحكم المهني 18 شهر و 24 شهر منذ 2016، ونحن ننتظر في التوظيف هنا بعد ما تم توظيف زملائنا السابقون التقني والتقني سامي، عددهم حوالي 1600 متربص. قمنا بعدة وقفات احتجاجية أمام المديرية العامة، تم وعدنا فيها بتوظيف من طرف المسؤولين السابقين لكن للأسف لا يوجد جديد ولا نعلم سبب تهميشنا. وبعد عدة وقفات أخرى تدخلت الوزيرة السابقة هدى إيمان فرعون وطالبت بإدماجنا، لكن للأسف تم التعديل الوزاري الجديد، تم تعيين السيد إبراهيم بومزار، وقمنا بوقفة احتجاجية أخرى تم استقبالنا من طرف المدير السابق منير جواهر، وتم وعدنا بإدماجنا لكن للأسف أيضا تم توقيفه، لا نعلم السبب. لذا نناشد الوزير إبراهيم بومزار تدخل في قضيتنا، ونناشد أيضا الرئيس الجمهورية السيد مجيد تبون